نرجع لهذا المسرح، هذا المسرح انا احسه كانما العراق هذا يعني هذا المسرح هسه ماكو ان الامريكان طبوا له للمسرح ودا يشتغلون به وسلموا بيد مقاولين عراقيين. لا لا والله هسه انا العمل مالتي هسه مال يوجينيو نيسكو الكراسي اسمه راح اسوي. فكرت بيها وناقشت الاستاذ زيد بالموضوع، قلت له الكراسي كلها راح ياخذوها المسؤولين بحيث لما يجون من ضمن اعمال يونسكو. طبعا تيارات ما بعد الحرب ظهرت في اوروبا، احنا هم هسه يرادنا تيار يظهر ما بعد الحرب اللي مرت بيها احنا. لا اسمعني، صمويل بيكيت، يوجين يونسكو، هم دول الغيره والحياه باوروبا بعد الحرب العالميه، لا تعرف شلون. فراح اجيب تابوتين اثنين منا ومنا، راح اقعد المسؤولين كلهم على الكراسي والناس ما كل بسطاء راح يقعدون بالتوابيت، راح يطبون بالتوابيت. هم بالمسرحيه الاصليه انه ماكو احد يجي، بس مجرد يحكون ويا الهواء انه تفضل استريح انت مسؤول، تفضل استريح انت انسان عادي. راح اعبي كوم ناس بهاي التوابيت ادخلوا 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 اي ادخلوا 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 بالتوابيت انه هذا مكانكم الحقيقي هسه بالعراق الجديد، حسوا غيروا الواقع مالتكم، تعرف شلون. ويا ريت من خلال طريقه مالتنا اللي عم فيها. طبعا نعمل الى ان نأجج الرأي العام زين حتى لا يظل ساكت، عندنا الان برود بالرأي العام يعني. صح زين، فيحتاج ان نأجج الرأي العام من خلال وسائلنا العافية، من خلال يعني شلون ان ندخل للمجتمع زين. إيه. عمل عندنا هواية شغل، يعني احنا عندنا قابلياتنا وقدراتنا نحاول نغير. هو الفنان الحقيقي يبدا باي مكان وباي زمن وباي غاية. احنا رغم شوف رغم ظروف الاحتلال والوضع الامني وكل شيء، المسرح الخربان ورغم كل شيء يعني كل الظروف اللي مرينا بيها مستمرين بالابداع. اكو فد هدف، اكو فد طاقه زين. شوف انت بالمسرح مكان الخشبه تعبانه، المسرح تعبان، الظروف والوضع الامني ما تبطل، اكو فد هدف زين. شوف احنا انت كرسامين يعني انتم كرسامين رسام ونحات يعني شو وجهك المشاكل الاكثر؟ وبوسط الاحداث وبوسط الانفجارات وبوسط الأزمة الاقتتال كنت تطلع اروح اجيب الوان، اروح اشتري الوان زين. فاليوم شافني صديقي يقول لي انت مجنون زين، ايش عندك جاي لهاي المنطقه؟ رحت بالفضل منطقه ساخنه يعني المقاومه هناك والجيش والقناصه وهاي، رحت بدي اشتري الوان، خلصت الوان رحت اشتري الوان مشاعر المتنبي، وصارت وقتها مشاحنات ومحضرات All right.